طولي ابنك ليه اربع افلام في السينما؟ اربع افلام بقفاك يا روح امك. لا يا رب، لا يا رب، عملت فيها كده ليه؟ ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا حتى الحصان بتاعه. طب ولما هو حبيبك قوي كده ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعه تانية في المشروع بتاعك؟ وانا ليه عين اكلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ احمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده بتليفون، يجرجرك من قفاك ويقفل لك الجورنال الاصفر اللي انت شغاله فيه ده. ايه يجرجرني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بأمه اللي فضلت محافظة على نفسها عشانك وعشان جمهورها. أنا كان زماني أكبر نجمة في مصر. يا سلام، سلامين تلاتة. أنا كان معروض عليا بطولة أفلام كبيرة، أميرة حبي أنا، الناصر صلاح الدين، عنترة بن شداد، حب وكبرياء. أنا اللي كنت بقول لأ، عمري ما رضيت أمشي مع مخرج ولا أصاحب منتج ولا أرافق ممثل ولا عبر حتى ريجيسير. أنا اللي كنت بقول لأ. أنا ياما اتبهدلت واتمرمطت عشان أجيب لك اللقمة، عشان أكبرك وأعلمك وأخليك بني آدم. سامحيني يا أم، أنا من ساعة ما لبست المشروع ده وأنا مش عارف بعمل إيه ولا بقول إيه، بس الحاجة الوحيدة اللي أنا أعرفها إن عمري ما هلاقي أم زيك. إيدك أبوسها يا ست الكل. مفيش حد قاعد ليه يا ماما؟ البنت عفاف راحت تقابل خطيبها، وميرفت صاحبها النهارده عيد ميلاده فرحت عشان تجيب له هديه صغننه كده. عقبالك يا حبيبي. يا ربي على الموال. يا ماما انا مش بتاع جواز. يا شيري يا حبيبي، انا نفسي اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر وانت كمان تكتب لها شعر. يا ماما انا ممكن اكتب شعر ماشي، اصاحب اوكي، بس مش ممكن اتجوز. انت متخيله شهير منير لو اتجوز في كام بنت في الجامعه هتنتحر؟ بيتهيألي الجامعه هيبقى فيها الولاد بس. وبعدين يا ماما والنبي يفكك مني وركزي في شغلك. ده الراجل ده يا ماما ولا ست؟ يا واد يا واد ما تستعبطش، دي طنطك دولت. اه صح، ازي حضرتك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي. ايه التخن ده؟ دي معجزه انك قادر تتحرك. لا هي المعجزه يا طنط ان حضرتك اصلا لسه عايشه لغايه دلوقتي. وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت في قفاكي. يا واد عيب كده، ايه اللي حصل لك النهارده خلاك اتقلبت بالشكل ده؟ لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير اخواتي. اياك اسمعك تقول اخواتي دي تاني. حاضر يا ماما. ماما انا لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير ولاد خالتي. وهتعمل ايه يا ظريف؟ مش هعمله طبعا. مش هتعمله؟ انت عايز ولاد سميره وبهيره ينجحوا وابني انا ابن شهيره يسقط؟ لا ما تخافيش، مش هينجحوا. بهير بيه، الهانم لو خدت خبر ان انا سبتك تسوق العربيه هتقطع عيش. وحياة ديني يا عبد الصمد، لو جبت لمامي سيره اني سوقت العربيه لخليها ترفدك وتشتري لنا سواق جديد. لا لا خلاص مش هقول لها. حبيبي يا عاشق يا حر زي شاور حبول حاضر. ايوه ايوه يا سميره، ايوه بالظبط، انا سرقت الحصان، سرقت حصان عم اشرف بتاع الخضار اللي بيقف تحت البيت. اتنرفزتي؟ انا ارفزك اكتر بقى، وهسرقه كل يوم يا سميره لحد ما تبيعي العربيه وتجيبي لي حصان اروح بيه الجامعه زي الاستاذ. يلا سلام، ما تصدعينيش. ركن لي ده. ما تروحوش ها، استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقه كومبارس. لا يا معلم، كلب السقه دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني، ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. عالي قوي السقه ها؟ بيموت فيا انا دراعه اليمين لعلمك. يا راجل بعرف اعمل كل حركاته، بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعب عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سمير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه فالدكتور يضطر ينجحنا. صح، او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟
دي فكره جميله جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه احمد زهير يا ابني، ما احنا مش هنقدمه هو هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك تاخده يا شهير؟ اخده قوي يا بيبي. ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار، صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف اللي هو غالباً ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراعه جهاز البيانولا. استنى بس، تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز اللي هو غالباً ده. طيب معلش بقى سمير، افتح آخر صفحة في الملزمة شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ الشال مستر رجع موضة. ايه يا جدعان ده، الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير. تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها؟ جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني؟ انت بتصدق ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا. عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ.
عندك فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوى. هوى مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن ايدكم بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ انتوا جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قول يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فك اول ما عايز فك. هات بقى 20 يا شهير. اخلص خمسة ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا يا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطة اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنيه معتمدا على الشحنه الكهرومغناطيسيه الموجوده بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ ولا شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثه بنحلم سوا؟ قول له. تعال تعال اديني المصر اليوم. نعم. اديني اي حاجه انت هتصاحبني. هو ده جورنال النهارده؟ ايوه يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق. بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار الفتيس ده فيه اربع سرعات. اول تاني تالت رابع مرشدين. بسم الله ما شاء الله رائعه ومبهره فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينه. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط ابيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط ابيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت. انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسالني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش. انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس بزبون. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك. خد راحتك. اذنك. حط الولاعه مكانها والنبي الله. كابتن هاركد عامل لكم مفاجاه بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملايه اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه الملايه هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو انا هجرب. ها براحتك. خد يلا